الست الولية خربتها ان باترسون اللي انا اتخانقت معاها. اتخانقتي معاها ازاي بقى؟ اوه احكيلي. ده انا بعت لي جواب اهو في الكتاب بتاعي، بتهددني بتقولي سمعتك وبتاع، انت بتهاجم الولايات المتحده والاداره والله الامريكيه. اه بعتها الجواب امتى ده؟ كنا عاملين الطيار الحر، لقيت الجواب جاي لي يسلم بالايد على الطيار الحر طب ممكن نحطه في الفيديو ولا ما اهو. ينفعش؟ الجواب، لا الجواب موجود. الجواب مش، لا مش عارفه فين. مش موجود؟ طب خلاص بقى. انا حاطاه لو جبته لنا نصوره يبقى كويس جدا. اهو يا استاذ. لقيتي؟ ايوه ده في الكتاب. اقول لك بتاريخ كام؟ بتاريخ يخرب بيتك. ايوه يناير 2013. انت حاطاه في الكتاب يعني؟ حطاه في الكتاب. يناير 2013. اه طب ثواني يا دكتورة بس عشان يصوره. واهو المخلصة لكم انت اهو عايزين يا نبينه استاذ. للفيديو برضه. رسالة السيدة السفيرة. بعتت لك رسالة في 2013 بتقول لك ايه باترسون بقى؟ بص يا سيدي، اللي حصل ان انا لقيت ليها قناة النيل للاخبار وايه، وعملت هيصة وهجمت معتزة مهابة والدكتور عصام النظامي عشان طلعوا في برنامج في النيل للاخبار هزقوها. عايزين بس نبين ال 2013 دي هي. استنى هقول لك انا. ايوه لا دي مش بتاعتي، دي كانت يا سيدي دي اللي انا بعتها لها. اللي هي بعتتها لك فين اللي هي بقى؟ راحت بعتها لي، ده الانجليزي وده العربي. اللي عايزين نصور اللي هي بعتتها لك يا فندم. ايوه بالظبط. ما بتقول لك ايه بس وحضرتك بتوضحيها بتقول لي للفيديو كده. ردا على مقال كتبتيه. اصل انا ايه، بعت لها تصريح على معاريف بتقول انه لن تنتهي 2013 غير لما تبقى مصر كلها تحت قبضة اسرائيل، وده الوعد الالهي وده الوعد اللي مش عارفه ايه. هي انتوا بعت تعالوا رسالة بتقول كده؟ لا ليها تصريحات على معاريف. تصريحات. تمام. انا بعت لها ايميل على السفاره قلت لها سنة، يعني قلت لها لو سمحتي التصاريح دي بتاعتك ابعتي ردي علينا، لان الكلام بتقولي ده كلام خطير جدا. ان ده لو كلامك قولي لنا، لو مش كلامك ومختلق لو سمحتي وضحي لنا الموضوع. فما ردتش، ما عبرتنيش. 2013. رحت مديها مقال في الوطن الحقيقه.